عايزين نتكلم النهارده عن الخطوط الدراميه والمونتاج المتتالي والمونتاج المتوازي. يلا نسمع كتير في مسلسل يقول لك الخط الدرامي بتاع الممثل الفلاني او الخط الدرامي بتاع الممثله الفلانيه اقوى من الخط الدرامي مش عارف بتاع البطل مثلا. الخط الدرامي انا قاعد بتكلم معاكم دلوقتي ورضا قاعد بيصورني، في حدث بيحصل، ده حدث درامي، خط درامي بيحصل في مره في الشارع. وده حصل النهارده، اتنين بيتخانقوا وعوروا بعض ودم وراحوا المستشفى، وواحد صاحبنا شافهم وراح ودى واحد فيهم المستشفى. ده اسمه خط درامي تاني. انا لو بحكي بطريقه المونتاج المتوازي طبعا ممكن يبقى عندنا خط درامي وتاني وتالت ورابع. الخط الدرامي ده بتاع محمد رائد وهو بطل الموضوع والتصوير، والخط الدرامي اللي بره مثلا بتاع بيسو وهو بطل الحادثه او الاكشن اللي حصل بره وهو بطل الخط. فده خط الدرامي بتاع محمد التصوير، والخط الدرامي بتاع الحادثه بتاع بيسو. ممكن نعمل خط درامي ثالث لمثلا بنت رضا الصغيره اللي بيصورني قاعده بتلعب في البيت باللعب ومبتسمه وجميله ومبسوطه، ربنا يبارك فيها. ده خط درامي ثالث. انا بقى كمخرج بحكي بطريقه المونتاج المتتالي او المتوازي، واحنا غالبا بنحكي بالمونتاج المتوازي لانه بيدي مشاهد كده احساس ان هو حاجه كده المايتي، يعني حاجه قادر يشوف الاحداث كلها في اوقات مختلفه، حاجه قدره كده ربانيه والهيه، يعني ان هو يعني طبعا هي مش حاجه حقيقيه، يعني انه قادر يشوف هنا بيحصل ايه وهنا بيحصل ايه وهنا بيحصل ايه، فمستمتع اكتر. فبنفضل نقطع ما بين الثلاث خطوط، كات هنا شويه وهنا بروح شويه هنا برجع تاني. طبعا بيبقى فيه علاقه بين الخطوط الدراميه عشان نوصل حاجه معينه ومربوطه ببعضها، واحكي بطريقه المونتاج المتوازي. المونتاج المتتالي من وجهه نظري بقى، انا احكي محمد رائد قعد معانا اهو وصور، وبعدين طلعنا مع محمد رائد طلع بره اتفرج على الحادثه وراح معاهم عند الحادثه ركب عربيه وراح عند بنت رضا قعد معاها. فانا بحكي من وجهه نظر الممثل مش وجهه نظر المخرج زي المونتاج المتوازي. طب الخطوط الدراميه بتفيدني بايه؟ بتفيدني في الحكي. لما اجي اعمل قصه ببقى عامل خط درامي لكل حد وليه ستوري منفصله، وده ليه ستوري منفصله وبيتقابل الخطوط الدراميه مع بعض. زي مثلا سيدني النسا ومريم نعوم كانت عامله خطوط دراميه قويه، مثلا روبي كانت مش هي البطله لكن الخط الدرامي بتاعها وليها قصه جوه المسلسل بتتقابل مع الخط الدرامي بتاع البطله، خط درامي قوي. الخطوط الدراميه بيبقى فيها معلومه دراميه، مثلا واحد قتل حد او واحد اتقتل، احنا مش عارفين مين القاتل وماشيين في الخط الدرامي. مثلا انا محمد ده اخته اتقتلت مثلا، فمش عارفين مين اللي قتلها، محمد اكتشف، فماشيين طول المسلسل في الخط الدرامي بتاع محمد ان هو كذا، والمعلومه الدراميه مستخبيه عن مشاهد ما يعرفش مين اللي قتل. وفي خط درامي تاني لواحد مجرم بنتابع حياته وشاكين فيه يا ترى، او واحد قريب محمد هو اللي قتل ولا مش هو اللي قتل، بس المشاهد هنا مش عارف مين اللي قتل، المعلومه الدراميه مستخبيه عنده. ممكن يكون المخرج هو اللي عارف وهيبين لكم بعد كده. ممكن المعلومه الدراميه تبقى انتوا شفتوا الراجل ده هو بيقتل اخت محمد بس محمد مش عارف، فالمعلومه الدراميه عند المشاهد بس الخط الدرامي بتاع محمد ما يعرفش مين اللي قتل، ويدور طول الفيلم على مين اللي قتل، وانتوا قاعدين في حاله ترقب وانتظار، ودي بتعمل توحد مع القصه، محمد امتى هيكتشف ان فلان صاحبه هو اللي خانه وقتل اخته. فور اكزامبل، فبنلعب لعبه برضه لازم اشوف المعلومه الدراميه دي هخبيها على مين، مين هيعرفها، المخرج عارفها، يعرفها المشاهد امتى، ده المشاهد عارفها والمخرج عارفها بس الخط الدرامي ما يعرفهاش التاني. يعني الخطوط الدراميه والمعلومه الدراميه بيفيدونا بان احنا نعرف نفكر كويس ونفتح مخنا. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوها، الموضوع فيه كلام اكتر من كده. ممكن اديكم مثال قبل ما اقفل في فيلم مشهور. واحد قاعد بيتكلم مع واحد عن الحياه واهميه الحياه وازاي نحافظ على نفسنا عشان نعيش وازاي نقاتل عشان نفضل عايشين في الحياه بسلام، وفي حدث تاني الواحد بيجري ورا واحده بيحاول يقتلها وعماله تجري منه، ونقطع شويه هنا ويرجع كات تاني على الكلام بتاع اللي فيه تضاد درامي مع اللي بيحصل عشان نؤكد المعنى. دول قاعدين في كافيه بيتكلموا او في حفله وفي ناس وبترقص وبتاع، ودول بيجري ورا عايز يقتلها يقتلها، لحد ما الست تقوم داخله المكان اللي فيه ناس اللي بتتكلم وتلبس لبس مثلا عروسه او لبس تنكري وتخش في وسط الناس اللي بترقص، وده حاجه في فيلم مشهور يعني، وتبقى الخطين الدراميين يتقابلوا بدل ما كانوا حدثين بقوا حدث واحد.
فكل ده بيفتنا كمخرجين او كتاب سيناريو ان انا نعرف نحكي كويس ونعرف نعمل خطوط دراميه للقصه بتاعتنا.